الآن مع وجود الثقافة العالية والشهادات العالية للأم والأب، لكن نشوف بعض الأسر هشة من الداخل، ما في ذيك القيم، ذيك العادات، ذيك السلوم والعلوم اللي تعلمناها من أبائنا قبل، من أبائنا اللي يكاد يكونوا أميين بالضبط، لكن أنتجوا أجيال تفتخر فيهم. صحيح البيت. صحيح. أنا ما تعتقدين هذه غرابة؟ خليني أقول لك على شيء. أنا امرأة كويتية عنصرية لما هو ماضي، أنا مع التربية القديمة، أنا ما زلت مع كل ما هو ماضي. ويمكن دليل أبي أقول لك الآن، إلى الآن السمارت فون أنا ما حطيته، أنا السوشيال ميديا ما حطيت هذا تليفوني نوكيا إلى الآن، وترى مضمد. ها شيء غريب يعني. أي والله شيء غريب يعني. حاولوا عيالي يقول لي في إيد الأم جهاز آيفون، رفضته حقيقة. ليش؟ لأن حسيت من خلال عيالي وبنتي في الخارج وكأني راح أتابع أخبار الناس، وهذا أمر لا يعنيني. لست مستعدة إلى الآن. تبحثين عن البساطة في الحياة؟ جدا. يمكن أن تكلمنا في البداية عن موضوع البساطة. أنا البساطة في الحياة، في اللبس، في المأكل، أحب الطبيعة، ما أحب التكلف في أي كان. طيب التلفونات الحديثة ممكن تأخذك إلى عالم اللي الناس تواكب الحين في السوشيال ميديا، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، وايد ما أعرف عنهم. أنا أسمع عنهم تويتر، إنستغرام، سناب شات، ولا تسأل. أيوة في السوشيال ميديا اللي هي إلى الآن، وهذا قاعد يكلفني ميزانية كبيرة في الاتصال حق بنتي. نعم. ساعات أولادي يزعلون يقولوا ماما أخذي الإنترنت مالنا وكلميها على الأقل كمكالمة. بس ماني قادرة أتقبل جهاز السمارت فون أن يكون في إيدي، وخصوصا أن أنا ما عندي علاقات في المجتمع. على الرغم من أني اجتماعية، لكن ما عندي علاقات في المجتمع. مثل ما قلت لك أنا خارج الكويت أكثر، الآن استقريت وستلد، موجودة حاليا.